السلام عليكم. النهاردة المحاضرة رقم ايه؟ ان شاء الله رقم 5. خلاص المرة اللي فاتت خلصنا اللي هو انواع عقود التشييد، اللي هي عقود تعويض التكلفة. وزي ما احنا قلنا قبل كده نوعين كبار اللي هم انواع عقود التشييد. الاول نوع اللي هو معرفة السعر مسبقا، اللي هو البرايس كونتراكت given in advance. بنقسمناها النوعين اللي هما اللامب سام واليونت برايس كونتراكت. والنوع الثاني اللي هو الكوست ريمبيرسمنت كونتراكتس، اللي هي عقود تعويض التكلفة، وقسمناها لثلاث انواع اللي هي الكوست زائد تكلفة زائد فيكسد في اللي هو الأتعاب كمبلغ ثابت، الربح المقاول يعني كمبلغ ثابت، ونمرة 2 التكلفة اللي هو الكوست زائد برسنتج التكلفة، المالك بيعوض المقاول عن التكلفة بتاعت المشروع وبيديله الربح بتاعه كنسبة من التكلفة. والنوع الثالث قلنا اللي هو الايه التارجت كوست كونتراكت، اللي هو عقود التكلفة المستهدفة. وقلنا في عقود التكلفة المستهدفة بيبقى فيه للمالك والمقاول حاطين لنفسهم تكلفة معينة من بداية المشروع قبل التنفيذ، وبعدين ايه بيحاولوا هما الاتنين يوصلوا لها، المقاول بيوصل لها لو جت، قلنا لو جت، وكمان محدد له يعني محدد المالك للمقاول تكلفة مستهدفة في الاول ومحدد له ايه ربح. وقلنا فيه في التكلفة المستهدفة عقود التكلفة المستهدفة اللي هناخد عليها أمثلة دلوقتي مسائل. قلنا ممكن في حالات التكلفة الفعلية بتكون أكبر من التكلفة المستهدفة، يعني هنا بيكون زيادة عن التكلفة المستهدفة التكلفة الفعلية. طب الزيادة دي هيعمل فيها إيه؟ المقاول والمالك هيقسموها بينهم وبين بعض، هيشيلوها بمعنى أصح بينهم وبين بعض، ده هيشيل جزء وده هيشيل جزء، بيكون مكتوب عليه بنسبة موجودة في العقد. والنسبة بقى اللي هيشيلها او الجزء اللي هيشيله المقاول بتعمل ايه في الربح بتاعه اللي هو محدد من البداية؟ بتقلل الربح بتاعه. ولو كان بقى فيه على الناحية التانية، لو كان فيه وفر في التكلفة، يعني التكلفة الفعلية اقل من التكلفة المستهدفة، يبقى هنا المقاول وفر في التكاليف، فبيبقى الفرق بينهم برضو بياخدوا ايه بيستفيد بيه المالك والمقاول تبع كل واحد جزء او نسبة تبع ما ايه محددين في العقد. النسبة بقى اللي هو الجزء اللي بياخده المقاول من الوفر في التكلفة ده بيعمل ايه في الربح بتاعه؟ بيزود الربح بتاعه. طب احنا دلوقتي هناخد مسألة توضح او مثال يوضح ايه اللي هي الحالتين بتوع التكلفة المستهدفة، لو كان في وفر لو كان في زيادة، وعلى ايه بقى على كل حالة على المالك، تأثيرها على المالك وتأثيرها على المقاول. المثال اللي معانا ده دلوقتي اللي هو جدول 7-2، تأثير الحالات على كل من المالك والمقاول. المثال بقى بيقول ايه او المسألة بتقول ايه؟ بتقول في احد المشاريع، قدامك في الصفحة اللي قدام الجدول، في احد المشاريع الانشائية تم التعاقد بين مالك المشروع ومقاول ما بطريقة التكلفة المستهدفة. يبقى نوع العقد بين المالك والمقاول هو طريقة التكلفة المستهدفة، وذلك بالشروط التالية. ايه هي بقى الشروط؟ اول حاجة قال لك التكلفة المستهدفة للمشروع هي 750,000 جنيه. 750,000 جنيه دي التكلفة المستهدفة في البداية خالص، حطوا لنفسهم هدف ان هم يوصلوا للتكلفة دي قبل تنفيذ المشروع. نمرة 2 الاتنين بقى من الشروط، اتعاب المقاول شاملة الربح، اللي هو يعني الربح بتاع المقاول بيساوي 90,000 جنيه. خلاص حدده له برضو، خلي بالك من الارقام ومن العدد الاصفار، ما تكتبش الارقام غلط. اي زيادة في المشروع على التكلفة المستهدفة، اي زيادة في المشروع يعني ايه؟
هتعمل تحت في المشروع دي او اي زيادة في المشروع قط، وتكتب فوق اي زيادة في تكلفة المشروع الفعلي على التكلفة المستهدفة يتحمل المقاول منها كام؟ 50%، يعني هيشيل منها 50 نصها والمالك هيشيل نصها. نمرة 4 في الشروط، اي توفير في تكلفة المشروع، اي توفير في تكلفة المشروع على التكلفة المستهدفة، وقلنا برضو هنشيل اي توفير دي في تكلفة المشروع، نحط تحت لو كانت التكلفة الفعلية اقل من التكلفة المستهدفة، يعني التكلفة الفعلية، التكلفة المستهدفة ناقص التكلفة الفعلية بدينا الايه؟ الوفر في التكاليف ده. انما اللي فوق الزيادة التكلفة هتكون بقى التكلفة الفعلية اللي زيادة، يبقى التكلفة الفعلية ناقص التكلفة المستهدفة هيدينا الزيادة في التكاليف اللي هيتحمل منها المقاول 50%. هنا برضو اي توفير في تكلفة المشروع على التكلفة المستهدفة، وقلنا تكلفة المشروع الايه؟ الفعلية عن التكلفة المستهدفة، يتحمل يحصل المقاول منها على النص برضو على 50%، يعني هيستفيد منها المقاول بنصها، ودي هتنضاف للربح بتاع المقاول فيعمل ايه؟ هيزود ربحه. وزيادة في التكاليف هيشيل المقاول نصها، هتروح جاي هننقص منين؟ هننقص من ربح المقاول اللي احنا متفقين معاه من الاول خالص اللي هم 90,000 دولي، فهيعمل هينقص في ربح المقاول. خلاص بقول لك هنا، والمطلوب دراسة تأثير الآتي، تأثير اللي هي الحاجات دي كلها على ايه؟ على كل من المالك والمقاول. ما احنا قلنا هيتأثر المالك وهيتأثر المقاول، ازاي بقى هنشوف تأثير على المالك وازاي ما هنشوف التأثير على المقاول؟ في الحالات الآتية برضو، اذا تم ألف، اذا تم تنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 750,000 جنيه، يبقى هنا دي اسمها ايه؟ التكلفة الفعلية للمشروع اللي هي 750,000 جنيه. احنا كنا قلنا في تكلفة مستهدفة كانت كام؟ 750,000 جنيه. خلاص نمرة ب، اذا تم تنفيذ المشروع بقيمة قدرها 900,000 جنيه، يبقى هنا التكلفة الفعلية 900,000 جنيه. اذا تمت نمرة 3 ج، اذا تم تنفيذ المشروع بقيمة قدرها ايه؟ 650,000 جنيه. لو احنا بصينا كده في الثلاث حالات دول هنلاحظ ان الاول حالة اتنفذ المشروع تكلفة فعلية مساوية للتكلفة المستهدفة اللي هو مديها لنا في المعطيات، يبقى كده ولا الحالة على المقاول والمالك زي ما هي مش هتتأثر، هيبقى ربح المقاول زي ما هو 90,000 اللي احنا ايه اتفقنا عليه من الاول. خلاص الحالة التانية هنلاحظ ان المشروع اتنفذ تكلفة الفعلية بتاعت المشروع ب 900,000 جنيه، يعني اكبر من التكلفة الايه المستهدفة اللي هي 750,000 جنيه، يبقى هنا هيكون في حاجة ايه اسمها زيادة في التكاليف، هتساوي التكلفة الفعلية اللي هي 900,000 ناقص 750,000 التكلفة المستهدفة، ادينا 150,000. 150,000 دول هيشيل منهم المقاول نصهم وهيشيل المالك نصهم، المقاول هيشيل نص ال 150,000 اللي هو كام؟ 75,000. هتطرح منين بقى؟ من الارباح المقاول اللي هي 90,000، هيبقى ارباح المقاول هنا هتبقى كام؟ 15,000 جنيه بس. خلاص دي الحالة الحالة التانية، قلنا الحالة التانية. الحالة التالتة بقى هي ايه؟ هيتم تنفيذ المشروع، يعني التكلفة الفعلية بتاعت المشروع 650,000 جنيه، يعني ايه؟ اقل من التكلفة المستهدفة اللي هي 750,000 جنيه، يبقى في هنا وفر في التكاليف بيساوي 750,000 ناقص 650,000، يعني بيساوي ايه؟ 100,000 جنيه. المقاول
هيستفيد بنصهم والمالك هيستفيد بنصهم، يبقى 50,000. 50,000 دي هتنضاف على الربح اللي احنا قلنا عليه في البداية خالص للمقاول 90,000، يبقى هيكون ربحه 140,000. هنيجي بقى نشوف، احنا قلنا كده ملخص لحل المسألة، هنيجي نشوفها في الجدول اللي عندك ده تحت المسألة، هو جدول 7-2. جدول 7-2 ده بيقول لك تأثير الحالات على كل من المالك والمقاول. عمل لك جدول اهو، اول عمود اللي هو الحالة، وكتب عندك الاحوال الثلاثة اللي مديها لك في المسألة ألف وب وجيم، وبعدين التكلفة العمود الثاني التكلفة المستهدفة ورقمها برقم واحد تحت هو، وكتب 750,000 جنيه برضو في الثلاث حالات اللي احنا قايلينهم لك، مديهم لك معطى في المسألة 750,000 جنيه الحالة الأولى التكلفة المستهدفة. لا التكلفة المستهدفة، أسفة، التكلفة المستهدفة بتكون إيه؟ واحدة في الثلاث حالات، المالك والمقاول متفقين على تكلفة مستهدفة من البداية، دي بتكون بقى واحدة في الإيه؟ في الثلاث حالات، خلاص لازم تكون واحدة، اللي هي هتبقى في الحالة ألف 750,000، في الحالة ب 750,000، في الحالة ج 750,000، خلاص ده العمود اللي هو إيه؟ التاني اللي هو تحت التكلفة المستهدفة، ورقمناه برقم واحد موجود عندك اهو تحت التكلفة المستهدفة في الجدول، خلاص اللي هو جدول 7-2. هنيجي العمود التالت اللي هو التكلفة الفعلية. التكلفة الفعلية اللي انا اديتها لك في المسألة في الثلاث حالات ألف وب وج، اديتك اول تكلفة 750,000 فعلية، تاني تكلفة فعلية 900,000، تالت تكلفة فعلية 650,000. ده العمود اللي هو ايه؟ تحت التكلفة الفعلية، بعنوان التكلفة الفعلية، ورقمناه بالرقم رقم 2، خلاص. بعد كده العمودين الاخرانيين، العمودين كبار، هنقسم عمودين كبار تحتهم عمودين صغيرين. العمود الكبير الاولاني تأثير كل حالة على المالك، تحتها مستحقات المقاول والتكلفة الكلية، خلاص. العمود التاني الكبير تأثير كل حالة على المقاول، تحتها دخل المقاول ونسبة الربح. طب هنشوف بقى كل عنوان كل عمود. أول حاجة تأثير كل حالة على المالك، دي مستحقات المالك. بيعمل إيه بقى في التكلفة المستهدفة؟ بيدي الربح بتاع المقاول له ويعمل له إيه؟ والتكلفة الكلية. التكلفة الكلية اللي هي إيه بقى؟ اللي هي التكلفة الفعلية زائد الربح بتاع المقاول، خلاص. يبقى العمود رقم 3 ده مستحقات المقاول. مستحقات المقاول اللي هي هتعمل ايه عندنا؟ اللي هو ربح المقاول، هتكتب فوق ايه؟ ربح المقاول، خلاص. والعمود بتاع التكلفة الكلية اللي هو العمود رقم 4 بيساوي العمود رقم 2 زائد العمود رقم 3، يعني التكلفة الفعلية زائد ربح المقاول. يبقى المالك هيدي ربح المقاول اللي هو الخانة لوحدها دي، وهيدي التكلفة الكلية اللي هو ربح المقاول زائد التكلفة الفعلية، خلاص. طب تأثير الحالة على المقاول، كل حالة على المقاول، دخل المقاول ده اللي هو هياخده الربح بتاعه، خلاص. وادينا له رقم العمود رقم 5، ونسبة الربح بتاعه العمود رقم 5 على العمود رقم 2، يعني ربح المقاول على العمود رقم 2 اللي هو التكلفة الفعلية، هديني نسبة الربح بتاع المقاول. يبقى هنا عملنا الأعمدة بتوضح تأثير كل حالة من الحالات اللي هو ألف وب جمع اللي عندنا دولي على كل من المالك والمقاول. قلنا المالك هيدفع أرباح المقاول، وهيدفع التكلفة الكلية اللي هي بتساوي التكلفة الفعلية زائد أرباح المقاول، وتأثير الحالة على المقاول اللي هو هياخد الربح بتاعه هو يبقى الخانة العمود رقم 5 هو هتبص تلاقيه هو العمود رقم ايه؟ 3، خلاص، اللي هو مستحقات المقاول يعني ربحه، ونسبة الربح هنجيبها بقى بتاعت المقاول، هنقسم اللي هو دخل المقاول ده وهو نفسه العمود رقم 5 والعمود رقم 3 ونفسه مستحقات المقاول على التكلفة الفعلية اللي هو العمود رقم 2. هنيجي بقى نشوف كل حالة كده، احنا قلنا الأعمدة الرأسية، هنيجي بقى المصفوفة رأسي وأفقي، نيجي عند الحالات الأفقية، هنمشي أفقي.
قصاد الحالة رقم ألف. خلاص التكلفة المستهدفة عندي كام؟ 750,000 جنيه. قلنا التكلفة المستهدفة في الثلاث حالات ثابت ماشي. التكلفة الفعلية أنا مديها لك في الحالة رقم ألف دي 750,000 جنيه ماشي. احنا ماشيين ايه؟ افقي. نفس الايه؟ الصف. الصف افقي قصاد الحالة رقم ألف. تحت مستحقات المقاول كاتب لك 90,000 جنيه. ليه بقى؟ علشان التكلفة الفعلية هي نفسها التكلفة المستهدفة خلاص، ما فيش ولا وفر ولا زيادة، فيبقى الربح ثابت زي ما أنا مديهولك في المسألة في رأس المسألة اللي هو 90,000 جنيه ماشي. المالك هيدفع المستحقات المقاول اللي هي الربح بتاعه زائد التكلفة الفعلية، يبقى تجمع 90,000 على 75,000 خلاص هيدي لك الايه؟ 840,000 اللي هي موجودة في الايه؟ في التكلفة الكلية قصاد الحالة ألف ماشي. دخل المقاول قلنا هو مستحقات المقاول اللي هو العمود رقم 5 والعمود رقم 3، يبقى 90,000 ماشي. نسبة الربح بتاعة المقاول هتساوي 90,000 دي اللي هي العمود رقم 5 على العمود رقم 2 اللي هو التكلفة الفعلية بتاعة نفس الحالة ألف، يبقى على 750,000 هتدينا الربح. النسبة هنا كام؟ طلع عندك 16%. وعيد تاني حساباتها، عيد على الآلة الحاسبة حساباتها. نيجي بقى الحالة رقم ب، هنمشي أفقي برضو أفقي. أول خانة أو أول عمود في التكلفة المستهدفة في الحالة رقم ب، قلنا التكلفة المستهدفة في ثلاث حالات واحد اللي هو 750,000 جنيه اللي قلنا عليهم الأول خلاص. التكلفة الفعلية بقى اللي في العمود رقم الاثنين قلت لك في حالة رقم ب التكلفة الفعلية 900,000 جنيه. يبقى هنا هنلاحظ ان التكلفة الفعلية اكبر من التكلفة المستهدفة بكام؟ ب 150,000 جنيه. طب ال 150,000 جنيه دول هتتعمل فيهم ايه؟ هتتقسم على الاثنين، المقاول هيشيل النص والمالك هيشيل النص. يبقى 150,000 نصهم كام؟ 75,000 خلاص. 75,000 دولي هيعملوا ايه بقى في ربح المقاول؟ هيقللوه خلاص، هيشيل 75,000. يبقى 75,000 ناقص 90,000 ناقص 75,000 يبقى 15,000. هنا عندك الرقم موجود غلط اللي هو قصاد الحلبة المحلول، هتبقى هنا 15,000. عد تاني الحسابات هتلاقيها ايه؟ مظبوط زي ما احنا بنقول كده. بعد كده التكلفة الكلية احنا ماشيين اللي هي الصف قصاد الحالة به افقي خلاص. التكلفة الكلية هتساوي مستحقات المقاول اللي احنا قلنا هتبقى 15,000 زائد ايه؟ زائد التكلفة الفعلية اللي هي 900,000، وهتروح جاي حاططها قصاد التكلفة الكلية. طيب دخل المقاول برضو هيبقى غلط هنا 75,000، لا هو 15,000. و خمستاشر ألف ونسبة الربح هتبقى 15,000 على التكلفة الفعلية اللي هي 900,000، فيطلع لك بقى شوف لو النسبة دي صح أو تعدل اللي هي 8.33%. خلاص نيجي بقى الحالة رقم ج. الحالة رقم ج وعندك التوضيح بتاع اللي هي الخطوات بتاعة الحل تحت الجدول، تحت الجدول اللي هي المسودة اللي احنا بنقول عليها خلاص. 900,000 اهي ناقص 750,000 على في كام؟ في 50% خلاص. يبقى اللي هي قلنا 15,000، وبعدين 900,000 ناقص ال 15% دولي هيبقوا كام؟ دي اللي هي اللي لا دي الحالة الثالثة بقى. يبقى الحالة الأولانية اللي هي رقم ب، مش الحالة الأولانية، الحالة رقم ب خلاص. قال لك جاب الايه؟ ال 15,000 اللي احنا قلناه مستحقات المقاول ده منين؟ اللي هو نفسه دخل المقاول اللي هي 900,000 ناقص 750,000 في 50%. نيجي بقى الحاله رقم ج، التكلفه المستهدفه 750,000 زي ما هي موجوده. التكلفه الفعليه
كام بقى انا قايلها لك في الحاله جيم 650,000. يبقى هنا في ايه؟ في وفر في التكلفه. كام؟ 750,000 ناقص 650,000 زي ما احنا قلنا اللي هو 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دول للمقاول هياخد 50,000 والمالك هياخد 50,000. 50,000 بتاعت المقاول هتروح على ايه؟ على 90,000 بتاعته اللي احنا متفقين معاها عليها اللي هو الربح في الاول. يبقى 140,000 اللي هو قصاد الحالة جيم تحت مستحقات المقاول افقي. خلاص. وبرضو تحت الجدول كاتب لك المسودة بتاعتها جابها منين. جاب 900,000 ناقص 750,000 ناقص 650,000 في 50%. ماشي. طلعت اللي هي 140,000 اللي اقصد 90,000. ماشي. 90,000 زائد الوفر في التكاليف. 90,000 ده ربح المقاول اللي متفقين عليه من البداية اللي هو المستهدف. خلاص. زائد ايه؟ زائد الوفر في التكاليف اللي هو 750,000 ناقص 650,000 في 50%. يبقى ده ربح المقاول اللي زاد بقى 140,000 في حالة ما يكون في وفر في التكاليف. خلاص. التكلفة الكلية جمع 140,000 على 650,000 ادت له 790,000. تأثير الحالة بقى على المقاول برضو أفقي. ماشيين اهو نفس الصف اللي هو عند الحالة جيم أفقي. 140,000 دخل المقاول ونسبة الربح 140,000 على كام؟ على التكلفة الفعلية اللي هي 650,000 يدينا 21.5%. خلاص. دي بقى المسألة التكلفة المستهدفة اللي هتيجي برضو إن شاء الله بتبقى شبيهة لها في الامتحان. اما اقول لك عايزة تأثير نفس المسألة كده اديك مشروع واقول لك اديك فيه المعطيات تكلفة مستهدفة واديك اتعاب المقاول واديك الزيادة في التكاليف بيتحمل اللي بتتقسم بالمقاول المالك ازاي وفر في التكلفة بتقسم برضو ازاي بينهم والمطلوب دراسة الحالة دي الآتي على كل من المالك والمقاول. نفس المسألة كده. خلاص. نيجي بقى المثال التاني اللي عندك هنا. بقول لك في المثال اللي هو ده او قال لك نسبة دخل المقاول في الحالة ألف ما يطرأش عليها اي تغيير عشان التكلفة المستهدفة قد التكلفة الفعلية والدخل المقاول او نسبة الربح بتاعته في الحالة ب نقصد طبعا علشان في زيادة في التكاليف شال منها جزء المقاول نقص من ربحه ودخل المقاول في الحالة جيم زاد علشان ايه كان في وفر في التكلفة انضاف على الربح بتاعه. نيجي بقى في المثال التاني اديتك زي ما في المثال الاولاني اديتك تكلفة مستهدفة في المثال التاني بقى هديك زمن مستهدف وتكلفة مستهدفة. خلاص. واقول لك في حالة اما المقاول يوفر نفس المسألة الاولانية وزيادة عليها بقى الزمن المستهدف في حالة ما ينفذ المشروع في زمن يساوي الزمن المستهدف او اقل من الزمن المستهدف او ازود من الزمن المستهدف بيكون له ايه غرامات تأخير او بيكون له حافز علشان هو خلص المشروع بدري. نذاكر كويس المسألة دي وان شاء الله المسألة التانية هتكون سهلة جدا بقى هنزود عليها حكاية الزمن المستهدف. بقول لك هنا في احد مشاريع الانشاء يا اروى 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 نادي اروى
هاتي لي كوبايه ميه افنان ولا كوبايه عصير افنان. في المثال الثاني ده بقول لك انا في احد مشاريع الانشاء تم التعاقد بين المالك والمقاول بطريقه برضو التكلفه المستهدفه اللي هي التارجت كوست كونتراكت، حيث تم تحديد زمن مستهدف. بنقول في المثال الثاني بقى في احد مشاريع الانشاء تم التعاقد بين المالك والمقاول بطريقه التكلفه المستهدفه تارجت كوست كونتراكت، حيث تم تحديد زمن مستهدف. زي ما حددنا تكلفه مستهدفه حددنا زمن مستهدف وغرامه فيما لو تاخر تسليم المشروع، وكذلك مكافاه فيما لو تم الانتهاء من المشروع قبل موعده، وذلك بالشروط الاتي. يبقى طالما حطيت زمن مستهدف يبقى يخلصوا في الزمن المستهدف، يخلصوا قبل الزمن المستهدف يعني بدري، ويبقى في هنا حافز ان انا خلصت بدري، او اخلصوا بعد الزمن المستهدف يبقى في هنا ايه اتاخرت، يبقى في غرامة التاخير. بقول لك هنا التكلفه المستهدفه للمشروع هي 5 مليون جنيه. ماشي. الزمن المستهدف هو 42 شهر. وبعدين دخل المشروع المقاول في حالة تنفيذ المشروع في الزمن المستهدف 450,000 جنيه. والمكافأة التي تصرف للمقاول في حالة تنفيذ المشروع قبل الموعد هي 30,000 جنيه على الشهر. يعني المقاول لو خلص المشروع قبل الزمن المستهدف كل شهر بياخد عليه 30,000 جنيه مكافأة. وغرامة التأخير لو التي يتحملها المقاول في حالة تأخير تنفيذ المشروع عن الموعد أو الزمن المستهدف هي كام؟ 30,000 جنيه برضو لكل شهر. يعني ما يتأخر المقاول عن تنفيذ المشروع في الزمن المستهدف كل شهر يتأخره ياخد غرامة التأخير اللي هي 30,000 جنيه على الشهر. ولأي زيادة في تكلفة المشروع على التكلفة المستهدفة يتحمل المقاول 50% منها.
برضو نفسها الشروط اللي كانت في المسألة اللي هي اللي فاتت، وأي توفير في تكلفة المشروع عن التكلفة المستهدفة يستفيد المقاول بنسبة 50%. والمطلوب دراسة تأثير الآتي على كل من المالك والمقاول. نفس المسألة اللي فاتت، المسألة هي هيها، بس هنزود هنا إيه بقى؟ هنزود الزمن المستهدف. يبقى في غرامات تأخير وفي مكافآت لمين؟ للمقاول. خلاص، هو نفس الجدول بس هنزود عليه الزمن المستهدف. بقول لك والمطلوب دراسة تأثير الآتي على كل من مين المالك والمقاول في الحالات الخمسة اللي هو اللي جاية دي. المرة اللي فاتت كانت تلات حالات ألف وب وجيم، هنا خمس حالات، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. أول حالة إذا انتهى تنفيذ المشروع في موعده 42 شهر، يبقى الزمن المستهدف كان 42 شهر قلناها. خلاص، لو تنفذ المشروع في 42 شهر دول وبإيه؟ بتكلفة مستهدفة 5 مليون جنيه. نمرة 2، الحالة الثانية إذا انتهى تنفيذ المشروع في موعده برضو 42 شهر، والتكلفة مقدارها 5 مليون و400 ألف. يعني إيه؟ تكلفة فعلية أكبر من التكلفة المستهدفة. نمرة 3، إذا انتهى من تنفيذ المشروع في زمن 44 شهر، 44 شهر ده اللي هو أكبر من إيه؟ من الزمن المستهدف. يبقى في شهرين هنا عامل إيه؟ تأخير للمقاول، هياخد عليهم غرامة التأخير، والغرامة التأخير دي هتعمل إيه؟ هتنقص من ربحه، وبتكلفة مقدارها 5 مليون و400 ألف. وبرضو في عنده زيادة في التكاليف، تكلفة مقدارها دي اللي هي إيه؟ التكلفة الفعلية، أكبر من التكلفة المستهدفة اللي قلنا عليها 5 مليون، برضو هتنقص من ربحه التكلفة الزيادة دي، زيادة في التكاليف اللي هي الفعلية عن المستهدف. والحالة الرابعة إذا انتهى تنفيذ المشروع في زمن 36 شهر، 36 شهر يعني إيه؟ يعني نفذ بدري عن الزمن المستهدف اللي هو 42 شهر بكام؟ ب6 شهور. يبقى ياخد هنا إيه؟ مكافأة اللي هو 6 شهور في 30 ألف جنيه لكل شهر، اللي هي 180 ألف جنيه هتنضاف لربحه زي ما هنشوفها في حل المسألة. وبالتكلفة المستهدفة 5 مليون جنيه، يعني كده مش إيه؟ في زيادة في ولا وفر ولا زيادة في التكاليف، يبقى الربح بتاعه زي ما هو، مش هيزيد بس إلا القيمة بتاعة إن هو نفذ المشروع بدري المكافأة بتاعته. طيب رقم 5، إذا انتهى تنفيذ المشروع في زمن 36 شهر وبتكلفة مقدارها 4 مليون و700 ألف، هنا نفذ بدري 6 شهور، هياخد 6 في 30 ب180 ألف، وتكلفة فعلية مقدارها 4 مليون و700 ألف، يعني نفذ تكلفة فعلية أقل من التكلفة المستهدفة ب300 ألف، يبقى هياخد منهم 150 ألف، يبقى هيزيد على المية و180 ألف، يبقى ده ويزيدوا كمان على الربح بتاعه اللي متفقين عليه من الأول، وهو كان إيه عندك 450 ألف. هنشوف بقى الخطوات بتاعة حل المسألة. ادينا المسألة قلناها إيه هي، نيجي خطوات حل المسألة. بقولك لدراسة تأثير الآتي على كل من المالك والمقاول يتم عمل الحسابات التالية. جدول هنا 8-2، مكتوب تأثير الحالات على المالك، كل من المالك والمقاول في المشروع، برضو الحالة. وهنا بقى الحالة حط بدل ما يحط تكلفة بس كتب ايه؟ تكلفة مستهدفة، لا في زمن كمان، يعني كل حالة في زمن مستهدف وتكلفة فعلية، زمن فعلي وتكلفة فعلية. يبقى تحت الحالة في زمن فعلي وتكلفة فعلية. خلاص، ونيجي تأثير كل حالة على المالك. هنا المالك بقى يتحمل ايه؟ يتحمل مصروفات دي اللي هي التكلفة الايه؟ الفعلية.
المصروفات دي تكتب تحتها التكلفة الفعلية، وبعدين استحقات المقاول، استحقات المقاول اللي هو ايه ربح المقاول، وبعدين العمود الثالث تحت تأثير الحالة على المالك هي التكلفة الكلية. التكلفة الكلية دي بتساوي التكلفة الفعلية اللي هي المصروفات، العمود رقم مرقمه لك رقم 2 زائد العمود رقم 3. خلاص ده العمود رقم 4 اللي هو التكلفة الكلية اللي بتحملها مين؟ المالك. نيجي بقى التأثير الحالة على المقاول في خانتين، دخل المقاول، وقلنا دخل المقاول اللي هو خانة العمود رقم 5 ده هو نفسه العمود رقم 3. خلاص، وفي نسبة الربح زي المرة اللي فاتت اللي هي العمود رقم 6، وهو بيساوي العمود رقم 5 على التكلفة الايه الفعلية لو عمود رقم 1. ماشي كده. لو لاحظنا هنا برضو العمود رقم 1 اللي هو التكلفة الفعلية هي نفسه العمود رقم 2 اللي هو المصروفات اللي احنا قلنا تحت تأثير الحالة على المالك في مصروفات اللي هي التكلفة الفعلية. يبقى تكتب تحت المصروفات هي التكلفة الفعلية. خلاص، نيجي بقى أفقي الحالة الأولانية. الحالة الأولانية اللي هو الزمن الفعلي، احنا قلنا تحت كل حالة نكتب الزمن الفعلي والتكلفة الفعلية اللي انا مديها لك في الايه في المعطيات بتاعت المسألة. الزمن الفعلي منها كام؟ 42 شهر، والتكلفة الفعلية كام؟ 5 مليون جنيه. احنا حاطين في دماغنا ان الزمن المستهدف كام؟ 42 شهر اللي انا مديه لك، والتكلفة المستهدفة كام؟ 5 مليون جنيه. خلاص، احنا بقى مش هنكتبها بقى، خلاص احنا عارفينها، هنكتبها كده في جنب المسألة عارفين. المرة اللي فاتت كتبناها علشان كنا بنوضح لك الايه الحل، عشان كنت اول مرة تتعرض للمسائل.